سعيد بلقائكم في هذه قناة شوف تي في الأوفياء في هذا البث المباشر الذي نؤمن لكم مباشرة هنا بمدينة الدار البيضاء للحديث حول نتائج مباراة كأس العرش برسم الدور التمهيدي الرابع، مجموعة من المباريات القوية التي أسفرت على إقصاء مجموعة من الفرق على حساب أو تأهل مجموعة من الفرق على حساب أخرى. أبرز ما ميز مباريات هذا اليوم مباراة المغرب الرياضي الفاسي الذي تمكن من انتصار تحقيق انتصار كبير على الفريق النادي المكناسي، أحد مباريات الكلاسيكو الجهة جهة فاس مكناس، المباراة اللي عادت بنا إلى الوراء إلى الزمن الجميل. مباراة المغرب الرياضي الفاسي وكذلك النادي المكناسي مباراة قوية مباراة كبيرة، مباراة ند للند. اليوم شفنا مباراة كبيرة جماعة النادي المكناسي بفريق المغرب الرياضي الفاسي اللي تمكن فيها أبناء الإطار الوطني عبد اللطيف جريندو الذين تمكنوا من هز الشباك المكناسية في ثلاث مناسبات. هذا الفوز الذي عرف تأهل فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي كما قلنا في أكثر من مناسبة تأهل الفريق جاء بعد الظهور الجيد في مستوى البطولة الاحترافية. فريق المغرب الرياضي الفاسي كما قلنا كذلك أعطى مؤشرات قوية منذ انطلاق البطولة الاحترافية لهذا الموسم، والفريق تمكن من الفوز في اللقاء الأول على فريق الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف، ثم تعادل في مناسبتين متتاليتين أمام كل من فريقي النهضة البركانية خارج الديار، وكان قريبا من تحقيق نتيجة الفوز لولا خطأ الحارس خالد كبير العلوي الذي ارتكب خطأ في آخر الدقائق، إضافة إلى التعادل الأخير أمام فريق يوسفية برشيد بملعب الحسن الثاني هناك بالعاصمة العلمية للمملكة. إذن كما قلنا الفريق يعطي مؤشرات قوية لأنه فريق قوي، فريق متجانس، فريق يقوده الإطار الوطني عبد الطيف جريندو اللاعب السابق المعروف عند الكل الذي جاور الرجاء الرياضي وتوج أمام مجموعة من الألقاب، يسعى اليوم التتويج كمدرب بألقاب أخرى بألقاب ثانية مع هذا الفريق الفريق الكبير اسمه فريق المغرب الرياضي الفاسي الذي حقق فوزا مهما مشاهدينا الكرام على حساب النادي المكناسي بثلاثية نظيفة. كذلك ما ميز مباراة هذا اليوم مباراة الديربي، ديربي مراكش الذي جمع الكوكب المراكشي الفريق المنتمي لأندية القسم الثانية الذي كان في الأمس القريب يمارس بالدوري الاحترافي الأول، تمكن من تحقيق نتيجة الفوز على فريق الأولمبيك مراكش. هذا ديربي، ديربي مدينة مراكش، ديربي عنده الجماهير ديالو هناك بمدينة مراكش. ناخذ مشاهدينا الكرام أول اتصال وربما انقطع الخط، ولتذكير فقط مشاهدينا الكرام كل من أراد أن يتصل بنا للمشاركة في هذا البث المباشر ما عليكم سوى الاتصال بالرقم الظاهر أسفل الشاشة ولنذكروا به بسرعة 06-62-05-048، أكرر مرة أخرى 06-62-05-048. ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام على الصفحة الرسمية لقناة شوف تيفي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إذا كما قلنا كما ميز هذه المباريات مباراة قوية أولمبيك مراكش الذي هزم فريق الكوكب المراكشي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بضربات ترجيحية أكيد بعد أن انتهى اللقاء في وقته الأصلي بنتيجة التعادل السلبي 0 لمثله. نمشي مشاهدينا الكرام ونتفاعلوا مع بعض التعليق ديالكم. أسامة تقول دي مراجع، شكرا لك أسامة كنت حدا قلوب خضرين. عبد الحق مصاوي مصاوي، وأكيد اليوم الفرحة تعم كل المكونات المصاوية بفوز المغرب الرياضي الفاسي على فريق النادي المكناسي بثلاثية نظيفة. نأخذ أول اتصال. السلام عليكم. ربما انقطع الخط بهذا المتصل مرة أخرى على أمل أن يجدد الاتصال بنا مرة أخرى. إذا للتذكير مشاهدينا الكرام في نتائج مباراة اليوم برسم الدور الرابع التمهيدي الرابع لحساب منافسات كأس العرش أسفرت على النتائج التالية: فتح الناظور ينهزم بميدانه من فريق اتحاد رياضي التوارقي الفريق الصاعد حديثا لقسم الوطني الثاني احترافي بعدما كان يمارس بقسم الهوات. جمعية السلاية تمكن من تحقيق الفوز على فريق شباب الريف الحسيمي بهدف دون مقابل. اتحاد تونات ينهزم خارج الميدان امام شباب اطلس خنيفره. النادي المكناسي كما قلنا تجرع هزيمه الفوز بنتيجه 3 اهداف دون مقابل من فريق المغرب الرياضي الفاسي في كلاسيكو جهه فاس مكناس. اتحاد الزموري خميسات يتمكن من تحقيق نتيجه الفوز 3 اهداف مقابل هدف امام فريق الوفاء الرياضي الفاسي. مولوديه الداخله
يطيح بفريق شباب الرياضي السلمي او السلمي عفوا. الكوكب المراكشي كما قلنا ينتصر بضربات الترجيحيه على اولمبيك مراكش 3-2 بعدما انتهى الوقت القانوني الاصلي للمقابله بالتعادل السلبي 0 لمثله. اولمبيك اليوسفية على خطى الكوكب المراكشي يفوز بالضربات الترجيحيه على فريق الراسينغ البيضاوي احد اقوى الانديه على مستوى البطوله الاحترافيه القسم الوطني الثاني. لقاء اللي انتهى بواحد الواحد واحتكموا لضربات الجزاء اللي عرفات تفوق الاولمبيك اليوسفية على عفوا الراسينغ البيضاوي او الراك بنتيجه 5 أهداف مقابل 4. وداد قلعة سراغنا كيرباح لوداد تمارا او 3-2 عفوا. الرشاد البرنوسي هذا الفريق الظاهرة الفريق الذي كان بالامس القريب يمارس بالقسم الوطني الاحترافي الثاني وكان يقهر كبار الاندية الوطنية من كيف لو الكل تذكر ماذا حققه الرشاد البرنوسي من انجازات الفريق الذي كان مدرسة لانجاب وتفريق اللاعبين ومديا للاندية الوطنية الاحترافية تمكن من الفوز على النجوم او سرد بواحد زيرو. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اسم كريم. محمد. محمد شنو مدينه؟ مدينه فاس. مدينه فاس، مرحبا محمد تفضل. اخويا فاس عجبوني مزيان. تفضل كنسمعك. كنسمعك تفضل. واه. سمعني؟ كنسمعك مزيان. راه يستاهل مزيان وبرافو عليه. واش انت سعيد بهذا الفوز اللي حقق المغرب الفاسي وكيفاش جاك الاداء ديال الفريق منذ العوده ديالو للبروميير ديفيزيون؟ خويا رجال. قالوا الله يحفظهم وديما فاش. شكرا لك محمد مشجع مصاوي. كنت معنا من مدينة فاس واللي سعيد مثله مثل باقي المشجعين هناك بالعاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. اكيد فريق المغرب الرياضي الفاسي غادي يكون عنده الكلمة ديالو هذا الموسم وربما لما لا انه ينافس على اللقب البطولة وعلى الاقل المراكز الثلاث الاولى او الاربعة الاولى المؤهلة للمسابقات الافريقية. بالعودة لنتائج المباريات مشاهدي الكرام وكما قلنا رشاد البرنوسي تغلب بنتيجة هدف دون مقابل على حساب النجوم او سرد. فيما المباراة المتبقية هذا اليوم اللي كتجري في هذا الاثناء بين فريقين قويين فريق شباب المحمدية بملعب يواجه بملعب البشير فريق اولمبيك التيرا. للمباريات المحمدية والتيرا دائما ما عودتنا على الندية وتكون مباراة قوية. اليوم كيتلقاو بملعب البشير وسط اجواء ممطرة هناك بمدينة المحمدية. 3 مباريات متبقية عن هذا الدور. غتجمع يوم غد الخميس اتحاد المراكشي بنجاح سوس اكادير ثم الدفاع حمرية خنيفرة يواجه جمعية المنصورية والوداد او عفوا الوداد الفاسي يواجه كذلك مباراة قوية امام النادي القنيطري. جوج ديال الاندية الكبيرة هذا الحديث هنا الوداد فاس والنادي القنيطري اللذين عفوا كان يمارسان بالقسم الاحترافي الاول. اليوم في القسم الوطني الثاني كيتلاقاو على حساب الجوله او الدور الرابع لحساب منافسات كاس العرش. كانوا هادو هما المباريات ديال يوم غد والنتائج تاع اليوم في انتظار ما ستسفر عنه المقابله اللي كتجمع في الاثناء كما قلنا شباب المحمديه باولمبيك التيره. نرجعوا مشاهدينا الكرام ونتفاعلوا مع التعليق ديالكم عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تي في. محسن عميلي يقول مبروك المغرب الفاسي وحد اوفر للنادي المكناسي. بوجمعه الصباري كيقول تحيه للكوكب. شكرا لك اخويا اكيد اليوم الكوكب تمكن من الفوز على اولمبيك مراكش في الديربي ديال مراكش بالنتيجه 3 أهداف مقابل هدفين عن طريق ضربات ترجيحيه بعدما انتهى اللقاء بصفر لمثله. امين تقول ديما ماس. حمزه حموش كيكتب او كيعلق بقلوبه كحلين وصفرين وهذو هما ربما الالوان الرسميه لفريق المغرب الفاسي. واكيد ان خونا حمزه مشجع ديال الفريق المغرب الفاسي واكيد ان المكونات
للمغرب. الرياضي الفاسي اليوم جد سعيده بهذا الفوز الذي حققوه اليوم على حساب النادي المكناسي. كنعرفوا كما قلنا مشاهدينا الكرام مباريات النادي المكناسي وكذلك المغرب الرياضي الفاسي والنادي المكناسي دائما ما كتعودنا على نديه كبيره على واحد طابع كروي كبير. المغرب الفاسي والنادي المكناسي يعتبران من احد اعتاد الانديه الوطنية. المغرب الفاسي يعود اليوم إلى القسم الاحترافي بعد ما قضى 4 سنوات بقسم الظلمات. نتمنى أن النادي المكناسي يحدو نفس الحدو اللي حدا المغرب الرياضي الفاسي ويصعد للقسم الأول والمكانة الطبيعية لها جوج ديال الفرق الكبار. النادي المكناسي ربما اليوم يسارع الأمر بقسم الهواة، هذا أحد أعتاد الأندية الوطنية. القديم وما أدراك ما القديم، اليوم تسرع هزيمة ثقيلة أمام فريق المغرب الرياضي الفاسي بثلاثة أهداف دون مقابل. رسالة أكيد الجماهير المكناسية غير راضية سواء بهذا النتيجة أو بالوضع الذي يمر منه الفريق منذ أزيد من 5 أو 6 سنوات. الفريق الذي كان مؤخرا يمارس ويقارع الأندية الكبيرة بقسم الكبار اليوم كما قلنا يعاني الأمر بقسم الهوات. مشجع يقول ديما كوكاب امين تقول مبروك علينا التاهل ديما. ماس عبد سميع كيقول عوده الماس الى مكانه الطبيعي عوده ميمونه. صحيح خويا عبد سميع ان العوده ديال الفريق المغرب الرياضي الفاسي عوده ميمونه، لما لا، وان الفريق يعني اعطى مؤشرات قويه لانه فريق قوي وكبير هذا الموسم. الفريق اللي حقق 4 نقاط أو 5 نقاط من اصل 3 مباريات. الفريق يتوسط جدول الترتيب. فريق المغرب الرياضي الفاسي مشاهدينا الكرام كما قلنا اعطى مؤشرات قويه لانه فريق كبير بدون هزيمه هذا الموسم. كتنتظروا اللقاء حارق يوم الاحد المقبل امام فريق الدفاع الحسيني الجديد هناك بملعب العبدي برسم الجوله 4 لحساب منافسات الدوري الاحترافي في نسخته الجديده. علي او علاء يقول كنصون عليك، مرحبا خويا، انا كنت نستقبل اي اتصال. هو التليفون يعني قدامي مخرج البرنامج توا كذلك كاين، ما كاين حتى شي اتصال. ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. اسم كريم. معك محسن كازا. محسن كازا، مرحبا محسن، تفضل. اليوم بغيت نغير الموضوع، بغيت نهضر على الوداد. مرحبا مرحبا، واخا الموضوع ديالنا هو النتائج ديال المقابله، لكن مرحبا مرحبا محسن. دابا شنو كيبان لك السي بوحوت حتى في هادشي اللي ولينا كنسمعوا اللي واقع في الوداد؟ شنو واقع في الوداد؟ ايوا هادشي اللي كنسمعوا ديال النقابات، شوف هادي ولات كره دابا ولا شنو، ولا سوق ولا شنو، ما فهمتش. ودابا يوم امس ربما خرج بيت جمال ايش بني الدر في احد الوسائل الاعلاميه وقال ان هناك نقابات داخل الوداد. كنتظروا حنا مثلنا مثل باقي الجماهير لدى الوداد والمغربيه رد رسمي من المكتب المديري لفريق الوداد الرياضي لتوضيح هذا الامر، ونتمناو هذا الامر ما يكونش اساسا لحقاش هادشي تجاوزناه منذ سنوات مرت عديده. دابا راه ماشي غير السي بني الدر هو اللي قال هادشي هذا، راه الا كنت عقلتي حتى السي بن عم السي عموته عموته حتى هو كان خرج بنفس التصريح تماما كوبي كولي، يعني راه هذا يعني ما يمكنش جوج ديال الناس كيكذبوا. وكنعرفوا ان جمال شبيني الدر لعب في نفس الحقبه اللي كان فيها الحسين عموته. اي اكزاكتومون. واش دابا دخلنا عليك بالله، واش دابا زعما هاد الملايين ديال الجماهير الودادية واش ما كتفهمش في الكره زعما؟ وزعما حنا كاملين ما كنفهموش. الا زعما السعيدي هو اللي كيفهم، زعما عارف راسه راه كويري. فما هادشي راه دابا انت شو شحال من لعاب كنا كنتسناو نشوفوا الوداد بالصوره الجديده هاد العام، بحله جديده، بمدرب جديد، بهيكله. اش من هيكله؟ اش من هيكله؟ محسن واش جايب مليار، جايب 3 مليار ديال اللعاب وخاسر ليا مع اسفي. ام محسن شوف دابا الموضوع ديال الحلقه هو النتائج كتعرف، ولكن ماشي مشكل انا فتحت النقاش معك. كنعتذر اخويا، كنعتذر على داك السيتو، ولكن راه طرق من جهه الوداد. شوف انا كنوعدك انا غادي يكون برنامج خاص عن الجديد نادي الوداد الرياضي، ونفتحوا النقاش مع الجماهير ديال الوداد الرياضي احد اعتاد الانديه الوطنيه في الدوري الاحترافي. ومرحبا بك اخويا محسن، انت صديق برنامج. بارك الله فيك، شكرا بزاف. مرحبا.
اذا هذا المشجع محسن من مدينه الدار البيضاء مشجع وداد، انا كنوعدك كما قلت لك عفوا ان نفتح النقاش الجديد نادي الوداد الرياضي في باقي الحلقات المقبله. ومرحبا بك محسن، مرحبا بكل الجماهير الوداديه. اشرف مصاوي تقول ماس 1946 اللي هو تاريخ التاسيس ديال فريق المغرب الذي فاز 1949 وحده قلب كحل وقلب صفر جوج ديال الالوان الرسميه عفوا لنادي المغرب الرياضي الفاسي. الفرد الرجاوي هذا مسمى راسه الفرد الرجاوي تقول ديما رجا وحده قلوب خضرين. نور الدين مجاهد ديما ماس، شكرا لك خويا. ابراهيم كيقول ابراهيم رابط ماس هذا العام تنافس على جميع الالقاب عند المغرب الفاسي. خويا ابراهيم يلا رجع للبريمير ديفيزيون، كيلعب جوج ديال المنافسات اللي هما كاس العرش وكذلك البطوله الاحترافيه. امين دريوش تقول مربوحه ان شاء الله يوم احد امام الدفاع الحسني الجديدي 2-0 وديما ماس. اكيد كما قلنا خويا امين ففريق المغرب الرياضي الفاسي يواجه يوم الاحد المقبل بملعب العبدي هناك بمدينه الجديده فريق الدفاع الحسني الجديد، واكيد غادي نقربكم اكثر من كواليس المباريات البطوله الاحترافيه اللي غادي تنطلق يوم السبت الى غايه يوم الثلاثاء، ونتحدث من خلال نتائج الدوري الاحترافي في الدوره الرابعه ديالو. ياسين علامي كيقول هذا العام الماس غدي كاس العرش، لما لا خويا؟ فريق كبير، فريق عريق، فريق عنده اسماء وازنه، انجذب مجموعه من اللاعبين المميزين واللي عندهم تجربه في الدوري الاحترافي بقياده مدرب مجرب اسمه عبد اللطيف زريندو، الرجل الذي ركم تجربه كبيره كلاعب رفقه الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني المغربي الاول، اضافه الى انه اسرف على تدريب مجموعه من الانديه الاحترافيه في قسمها الثاني. اليوم عبد اللطيف زريندو يتكلف بتدريب احد اكبر الفرق والانديه الوطنيه فريق المغرب الرياضي الفاسي الى حدود الساعه. زريندو يقدم عمل ممتاز مع هذا الفريق الصاعد حديثا الى قسم الاضواء بعد 4 سنوات قضاها بقسم المظاليم. فريق المغرب الفاسي للتذكير مشاهدي الكرام تمكن من تحقيق نتيجه مهمه هذا اليوم ب 3-0 امام فريق النادي المكناسي. هي مباراه كلاسيكو، مباراه الى كما كتعرفوا مشاهدي الكرام، ولا سولتوا الجماهير المكناسيه والفاسيه غنقول لكم هذه احد ابرز المباريات ديال الجهه ما بين المغرب الرياضي الفاسي والنادي المكناسي، جوج ديال الانديه اللي عودونا على مباريات ونزالات قويه اللي كتجمع دائما النادي المكناسي بالمغرب الفاسي. اليوم النادي المكناسي اكيد خسر ونهزم في اللقاء ديالو في كاس العرش امام فريق المغرب الفاسي، هذا لا يعني ان الفريق ينزل يدول، لا بالعكس الفريق عنده طموح كبير هذه السنه بالصعود للقسم الموالي. كنعرفوا ان فريق المغرب الرياضي او النادي المكناسي يعني نزل الى قسم الثاني ثم الى انديه او اقسام الهواة، الفريق تخبط في مجموعه من المشاكل. نتمنى صراحة كما تتمنى الجماهير المكناسية عودة هذا الفريق إلى المكانة الطبيعية، ما نقول الصعود إنما المكانة الطبيعية لنادي المكناسي هي في قسم الاحترافي الثاني أو الأول عفوا. كنتمنى عودة هذا الفريق، فريق عريق هو النادي المكناسي، نتمنى أنه يرجع للقسم الوطني الأول. اليوم تجرأ هزيمة قاسية من فريق النادي المكناسي كما قلنا في مباراة الكلاسيكو بثلاثة الأهداف دون مقابل. مباراة أخرى كانت قوية هذا اليوم مشاهدي الكرام واللي جمعات النادي المكناسي أو عفوا أولمبيك مراكش بالكوكب مراكشي، هذه مباراة أخرى قوية، مباراة ديال الديربي ديال مدينة مراكش واللي انتهت لصالح كوكب بالضربات الترجيحية ب3-2 بعد ما سلى هذا الماتش بنتيجة 0 لمثله أو نتيجة البياض. اذا نذكروا مشاهدي الكرام مره اخرى بالمباريات ديال اليوم غد، الاتفاق او الاتفاق نعم المراكشي يواجه نجاح سوسه اكادير،
الدفاع حمرية كنيفرة يواجه جمعية المنصورية. الوداد الفاسي غادي يلعب كونتر نادي القناطري، هذا هو كذلك فريق عريق. مجموعة من الأندية المشاهدين الكرام للأسف اليوم غادرتنا إلى القسم الثاني، وكذلك أندية القسم الأول. الحديث هنا عن النادي القناطري، وداد فاس، نهضة سطاتية، الكوكب المراكشي، مجموعة من الأندية المشاهدين الكرام التي كانت بالأمس القريب يعني تقارع الكبار وتقهر احد او كل الانديه التي تمارس في الدوري الاحترافي. نتمنى عوده هذه الانديه الى المكانه الطبيعيه. من ابرز الانديه اللي للاسف نتاسف لها النادي المكناسي اللي تنهزم اليوم امام فريق المغرب الفاسي بنتيجه 3 أهداف دون مقابل. اذا مشاهدينا الكرام، المباراه اللي كتجمع المباراه الوحيده اللي بقى كتجمع في هذا الاثناء المحمديه، شباب محمديه بأولمبيك التيرة، مباراة لم تنتهي بعد، انطلقت في حدود الساعة 6 حسب التوقيت المعمول بالمملكة، واللي أكيد بعد أقل من ساعة غادي تعطينا النتيجة الأخيرة لهذا اللقاء. إما غادي تصعد أو غادي تأهل شباب محمدية الدور الموالي أم فريق أولمبيك التيرة. هذه المقابلة الموسم الماضي عرفت واحد النديه كبيره ديال اولمبيك التيرا والشباب محمديه، بحكم ان الشباب محمديه كان يلعب في القسم الثاني. مباراه قويه هذه المباراه اللي كتجمع التيرا ومحمديه، هما جوج الانديه كتعرف بعضها البعض، خصوصا انهم تلاقاو في مناسبتين خلال الموسم الكروي المنصرم. نذكروا مشاهدي الكرام بالنتائج ديال اليوم ديال الدور الرابع التمهيدي لحساب منافسة كأس العرش. فتح الناظور ينهزم بميدانية من الاتحاد الرياضي التوارقي، هذا الفريق اللي صعد مؤخرا رفقة الاستاد ماروكان للقسم الوطني الثاني بعد ما كانوا كيمارسوا بقسم الهواد. جمعية سهلة أحد الأندية اللي أكيد هي أندية كبيرة اللي كتلعب في القسم الوطني الثاني، كيربح شباب الريف حسيمي فريق كبير آخر بنتيجة هدف دون مقابل. شباب أطلس خنيفرة كي انتصر على فريق اتحاد تاونات بهدف لصفر. المغرب الرياضي الفاسي كيتمكن من تحقيق نتيجه الفوز خارج الميدان امام فريق النادي المكناسي ب 3-0. الاتحاد الزموري خميسات كينتصر بالميدان ديالو على فريق الوفاء الرياضي الفاسي ب 3-1. مولوديه الداخله كيربح الشباب الرياضي السالمي بهدف دون مقابل، هذا الفريق اللي كيشرف على التدريب ديالو لرضوان الحيمر لاعب سابق فريق الرجاء الرياضي. الكوكب مراكشي كينتصر على اولمبيك مراكش في الديربي ديال مراكش بضربات ترجيحيه 3-2 بعد ما هذا اللقاء انتهى بنتيجه البياض 0-0. اولمبيك اليوسفيه كينتصر على فريق الراسينغ البيضاوي، هذا الفريق الكبير في قسم الوطني الاحترافي الثاني كما قلنا، بتركلات ترجيحيه 5-4 بعد ما سال اللقاء بهدف مقابل هدف. وداد قلعة السراغنة كينتصر كذلك بضربة ترجيحية 3-2 على وداد تمارة بعد ما سال اللقاء كذلك بهدف مقابل هدف. الرشاد البرنوسي كيربح النجوم أوسرد في الميدان ديالو بهدف دون مقابل، بينما المباراة الأخيرة اليوم مازال جارية حاليا بين شباب المحمدية وأولمبيك التيرة. نمشيو ونرجعو ونتعلقو نتفاعلو عفوا مشاهدي الكرام مع التعليق ديالكم. عبد الكبير الدوي ديما ماص اخويا، وان شاء الله الدور الموالي نحققو نفس النتيجة ولماذا نصلو للفينال ونديو لاكوب. كل شيء وارد اخويا، واكيد كما قلت فريق المغرب الفاسي هو فريق قادر على تحقيق الالقاب، لما لو ان الفريق في خزينة ديالو في الشعبة ديالو مجموعة من الالقاب المحلية والقارية. ايوب مظلوم تقول اليوم الكوكب ربحو ببينالتيات، وانا كنت نتبع اللقاء في الراديو، نتمنى الكوكب يرجع للمكانه الاصليه ديالو، ما كانتو ماشي في دوزيام سيري. صحيح خويا ايوب مظلوم ان الكوكب مراكشي يعد من الفرق الكبيره والفرق اللي يقعد لها ويقام. خويا خصكم تجيو وديروا التغطيه اليوسفيه، كتستحق انها تروج الاسم ديال الفريق اعلاميا، تمكنت اليوم من الفوز على فريق كبير اللي هو الراسينغ البيضاوي. صحيح، وحنا خويا كنحاولوا اننا نقربوا المشاهدين الكرام من الجديد كل الانديه الوطنيه من الاخبار
ونتائج ومستجدات الانديه الوطنيه في كل الاقسام ديالها. كنوعدوك ان تكون عندنا زياره للمدينه اليوسفيه الجميله والفريق اللي كيمارس هناك بيوسفيه مدينه اليوسفيه اللي هو فريق اولمبيك اليوسفيه واللي انتصر كما قلت على فريق الراسينغ البيضاوي او الراك بالضربات الترجيحيه بعد ما انتهى اللقاء بهدف مقابل هدف. اليوسفيه كيتمكن من الفوز عن طريق ضربات ترجيحيه بخمسه اربعه. كريم زمزامي، اللقاء اليوم اخويا ديال الريف شباب الريف الحسيمي وجميع السلكه، اللقاء قوي تابعناه اخويا في اللايف وجميع السلكه ربحات وتستحق ان الفريق تسلط عليه الضوء، وكيف ما قلتي كان من احسن الانديه. صحيح اخويا زمزامي ان جمعية سالة كما قلنا سابقا هو فريق يعد من بين الاندية الكبيرة ومن بين الاندية التي كانت تمارس في الامس القريب ضمن اندية القسم الاحترافي الاول. اذا مشاهدينا الكرام مجموعة من المباريات الحارقة اللي جمعت اليوم مجموعة من الاندية اللي كتمارس في القسم الوطني الثاني وكذلك مع اندية قسم الهوات، اسفرت على مجموعة من النتائج ومختلف النتائج. كتبقى ابرز المباريات اللي جمعت المغرب الرياضي الفاسي امام فريق النادي المكناسي بملعب مكناس واللي انتهت لصالح النمور الصفر بنتيجة 3 أهداف مقابل أو دون مقابل هذا الفريق المكناسي. كما قلنا عليه أن ينسى المباراة ديال اليوم والتفكير في المشروع ديالو اللي حطوا المسؤولين ديال الفريق اللي هو الصعود إلى القسم الاحترافي الثاني، ولما لا الصعود مرة أخرى إلى القسم الأول. نادي مكناسي يستحق أن يكون ضمن أندية القسم الكبار كما قلناها مرارا وتكرارا. هذا فريق عريق، فريق كبير، فريق انجب مجموعه من اللاعبين على المستوى المحلي وكذلك للاعبين اللي التحقوا بالمنتخب الوطني المغربي الاول انذاك. فريق يستحق ان يكون ضمن انديه الكبار. مباراه اخرى كانت مميزه هذا اليوم مباراه الديربي مراكش التي جمعت الكوكب المراكشي باولمبيك مراكش واللي انتهت لصالح الكوكب المراكشي بالضربات الترجيحيه بعد ما سار اللقاء بصفر لصفر. الكوكب كينتصر على اولمبيك مراكش بثلاثه الجوج. مشاهدينا الكرام ما بقى لي الا نودعكم الوقت المخصص للبرنامج كما كيقول لي المخرج البرنامج سمير برقوسي انتهى بحكم ان كاين برمجه مجموعه من البرامج المختلفه في مجموعه من المجالات. اليوم عندكم طابق متنوع مشاهدينا الكرام في مختلف البرامج ديالنا واللي كتمتد الى غايه منتصف الليل. كنبغي نشكر كل من اتصل بنا مشاهدينا الكرام وشارك معنا في هذه الحلقه المباشره اللي خصنا حول نتائج مباريات الدوره التمهيديه الرابعه لحساب منافسات كاس العرش. شكر موصول كذلك لكل من تفاعل معنا وبالتعليق ديالو عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تيفو. قبل الختم ناخذ الى اخر مكالمه. الو السلام عليكم. الو اسم كريم. كيداير بخير؟ الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يبارك فيك. محمد اييه شكون معايا؟ اسماعيل. واسماعيل تفضل. الو ربما كنا بناخذ اخر مكالمه هذا المتصل اسمه اسماعيل ولكن ما عرفناش اللي كان بغي يشارك في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه المباشره رغم اننا الوقت البرنامج تجاوزناه. كنعتذروا لزميلنا المخرج الانيق سمير برقوس نكتفيو بهذا الحد. مشاهدينا الكرام ممكن نشكر كما قلت كل من تفاعل معنا سواء عبر الرقم الهاتفي ديالنا وكذلك كل من تفاعل معنا عبر الصفحه الرسميه لقناه شوف تيفي. شكر موصول لكم دائما مشاهدينا الكرام اللي كتشاهدون عبر هذا البث المباشر، والشكر موصول كذلك لطاقم القناه وطاقم البرنامج الذي امن لنا هذا البث المباشر. كان معكم هذا محمد رضا بوحوته يحييكم، دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.